ضمن سلسلة فعاليات الاتحاد الأوروبي في الأردن من نشاطات ثقافية ومجتمعية بهدف توحيد وتعزيز العلاقات مع المجتمع المحلي والتفاعل مع الآخر. أقيمت فعاليات اليوم الرابع من أيام اليوم العائلي في حديقة المتحف الوطني بجبل الويبدي. نحن نرى مشاركة فعالة من طرف الشباب والأطفال والعائلات في جو مرح، في جو مليء بالبهجة ونشاطات والتعرف على الاتحاد الأوروبي والتعرف على دول الاتحاد الأوروبي. تضمنت فعاليات اليوم المفتوح أنشطة متنوعة، منها الرسم وتعلم الموسيقى وتشكيل تماثيل بالطين بمشاركة لا يقل عن 10 مدارس حكومية كطريقة فنية للتفكير والتعليم والتعبير عن الذات بطريقة إيجابية، إضافة إلى أنها استهدفت جميع أفراد العائلة كبارا وصغارا وبأجواء مثالية من أجل أردن إبداعي. نحن نختار دائما أماكن عامة لكي كثيرا من الناس يجوا هنا ويستمتع. ما هي نشاطات؟ نشاطات ثقافية بحتة. أي طفل يجي ومثلا يلعب أو يرسم شيء، يعمل لوح أو يستخدم مواد زي بلاستيلين التي معروفة في مدرسة، يغني. وفي هذه المناسبات في فرق من أوروبا، مثلا في مايو قدمنا فرقة من بولندا. قدمت فرقة لانوت دي لا ترنتا عرضها الموسيقي من غناء وعزف ورقصات فلكلورية، فالجمهور الأردني والموسيقى الإيطالية التقيا معا. رؤيا